هتعملي ايه يا امو؟ هعمل لكم كيكه. دي طريقه جديده لعمل الكيكه؟ اسكت انت، هي دي المقادير اللي احنا بناكل بيها الكيكه يا اما؟ امال انت تاسست ازاي يا غبي؟ تاسس؟ اه اما يا اما هتعمل مزيكا. خليك هنا شدي الدفار، شدي رباطها عصبيني. لو قادره يا اما. اهلا 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 بيك يا ست الستات، منوره مكانك. اهلا اهلا بيك، القاهره منوره بيك يا ست نعيمه. اتفضلي. ثانك يو بلومي. نو 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 بلومي، اسمي بيومي. اوكي بلومي. بيومي. اوكي بلومي. ابو المعاطي فين؟ ابو المعاطي بياخد الشاور جيل بتاعه فوق. اي خدمه؟ فين الخيمه اللي انام فيها؟ خيمه؟ يا دي الحوسه، انا بقول تطلعي دلوقتي تاخد الشاور جيل بتاعك انت كمان من تراب السفر وتنزلي. بلومي. بيومي. بلومي. بيومي. تراب سفر ايه بلومي؟ انا كنت راكب طياره مش حصان. ما هو ده سلوك بلدنا بقى، اي حد بيجي من السفر او مشوار طويل بنقول له يلا استحمى كده من تراب السفر. اوكي بلومي، هطلع لابو المعاطي فوق ونبقى نشوف الكلام بعدين. ماو 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 ماو. البلومي ايه؟ نعيمي بلومي دي حلوة قوي يا واد يا بلومي. والله يليق عليك يا واد. من ده بكرة وبكرة من ده بكرة ايه؟ يا لهوي بس يا انت وهو امشوا ربنا يفضحكوا. ايه راجل انت عامل فيها كده ليه؟ مسكتها بتعمل ايه؟ ليه تفضح عرضها بالطريقه دي؟ معلش يا اختي معلش معلش والنبي معلش يا حلوه. انت منك لله، اعتبرها بنتك، اعتبرها مراتك ولا اختك. في ايه؟ ايه يا مره يا جاموسه انت اللي انت بتقولي ده؟ مر على دماغك وجاموسه ايه يا فحل بقري يا حلوف اختلف على خروف. اسمع مولي امسك امسكها له يا اخوي. يلا يا حبيبتي انت الستر كده، تعالى لي بقى هنا اهو. تعالى لي انت عارفه غير حاسبي بس. بقول لك ايه؟ حاسبي بس. بتفتري على دي؟ طب افتري ايه؟ انا جزار. جزار ولا افتحهم انا؟ مالي انا؟ انا هلم لك العيال، ولادي فين؟ يا زماره يا عسليه انتوا فين؟ يلا اتحرك بقى اتحرك. ايه حاجه في ايه؟ انا تعالى هنا. انت فاكر نفسك حاجه بسيطه كده انهم هيعدوها لك؟ اهو زماره اضربوا يا زماره. مين اللي ضربك يا ام؟ دول مين اللي ضربك يا اما؟ دول. السلام عليكم. ما ردش السلام يا اما، مش هينفع امد ايدي على واحد ما بيردش السلام. بلانينا تخيب عليك وعلى خيبتك. اضربه برضه. اضربه يا اما اللي انت لابسه ده يا ابو مازن السوري. بقول لك ايه يا خلفة القرد، انت مش نافع. عسلية ابني التاني الجدع بتاع الكاراتيه اضربه. بقول لك ايه يا اما، ما تغيريش الموضوع. طبخنا ايه النهارده؟ يا نهار اسود ومنيل، لا ده انا عندي رجاله بس هما بيسخنوا. اهدي بقى اهدي لو سمحتي. مساء الخير. عمرو سلمي محامي العيله ومسؤول عن كل الشؤون القانونيه اللي هنا في الحاره. اهلا يا اخويا. اهلا بيك. انا كنت بس عايز اكلمك. تعالى اقف بس هنا قول لي عايز ايه. انا عايز افهمك حاجه يا عم. اقف هنا بقول لك قول لي عايز ايه. انت عايز حد من ولادها صح؟ اه. تعالى يا سلام. تعالى وريني ايدك اللي ضربت امي. اه وريني ايدك التانيه اللي ضربت امي. ولا احيي. انت هتستفاد ايه يعني لما تضربنا؟ اقول لك حاجه، الواد ده زي اخونا برضه. معلش ايه امي تعبانه شو ايه؟ تعبانه. انا مش تعبانه. انت سمعتني زنبه وشو اسمه؟ هتستفيد ايه لما تضربنا؟ حرام عليك التين اللي احنا غلابه يا اخي. امنا تعبانه. انا مش تعبانه. مش تعبانه. يبقى خلاص بقى يلا بينا. انت يا ده انت بتزعل عيالي ليه؟ كتك اول ما اقويه. يلا عمرو وداهيه. يلا فين ابو شكلك؟ وانت انت ده وده ما بيتحركش ليه ده؟ بقول لك ايه يا روحي حبيبتي يا ديري، انت مخطوبه؟ لا. متجوزه وتعولي؟ لا طبعا. الريليشن شيب؟ انا اصلا مش مرتبطه يا مباهي. يا لهوي سنجل يعني عليكي؟ امك بتقضي وقت فراغك ازاي يا حبيبتي؟
هو انا يعني لازم ابقى مرتبطه عشان اعرف اقضي وقت فراغي؟ لا 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 لا، انت فيري كومبينيشن. كومبينيشن؟ الله يخرب بيتك، ده انت نسيتيني الكلام. يعني مرتبطه ولا مش مرتبطه؟ مش مرتبطه. يعني بايره. بايره؟ ايوه. مالك يا مباهي، جايبه لي عريس ولا ايه؟ عريس؟ كنت نفعت نفسي. صحيح، خطفت رجاله. على فكره انا متعود على صيد البط من وانا عندي 8 سنين، بس ما اعرفش ليه قلت معايا المره دي. معلش حبيبي، يمكن انت بقالك كتير مش تصطاد. هو انت كنت ازاي تصطاد وانت صغير؟ كنت احط الجلابيه بقي واجري وراها في العش. ازاي حبيبي؟ انا مش فاهم. سيبك بقى من البط والوز وخليني في الغزال اللي قدامي ده. يلا نطلع فوق حبيبي. انا مالك ايه ده؟ انت رخيصه قوي. اكلمك تقول لي يلا نطلع فوق. انا احب التمهيد، احب الهداوه. خديني بالتدريج. معلش حبيبي، انا كنت عايز الحق اشبع منك، انا مسافر بكره. بالسرعه دي؟ معلش، بابا كلمني علشان موسم الحلوف البري، لازم الحقه قبل ما يهاجر. حلوف البري. طيب سافري بقى وسلمي لي على بابا، واستني هناك لغاية موسم البط المسكوفي. اوكي حبيبي، هطلع اجهز نفسي وانت ما تتأخر عليا. مو مو ورحمة الله وبركاته. الو، ايوه زوم. لا سقطت. ايوه زوم حبيبي، ايه الاخبار؟ رحت مع حموده؟ ايه، لغى الموزز المكسيكي؟ ماشي، مش مهم. جاب مصري ولا عمل ايه؟ لغى المصري. امال هيصور بايه؟ مش هيصور؟ مش هيصور ليه؟ اسهل اسهل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ، وش امك فقر. ده خلاص كانت الفلوس هتلعب والعيال هتتنغنغ. اعمل ايه دلوقتي بس يا ربي؟ انا هتصرف، انا هتصرف. الو، الموزه دي بتاعت الواد عسليه. لا، مكتوب عليها الواد زمار ما كلهاش. ودي البنت افراح اللي ناقص التفاح نزل عليه زي المفاجيع. المتاكله دي ده اكل عسليه من نصفيف يا حبيبي. يا اختي على المصاريف، احيه يما احيه. الفاكهه ما بقتش تقعد شهرين على بعض. استغفر الله العظيم يا رب. الحقيقه يما، الحقيقه يامبو. ايه؟ أنا معلش يا أم، ادينا فرصة تانية. أيوة اطلع وقولها تاني. يا أم الحقينا، الحقينا. في إيه؟ الحقينا يا أم، الحقينا. عم ظريف يا أم، عم ظريف بيعمل عملية في المستشفى، غيروا له الكبدة بتاعته. ما تأثرش خالص، مفيش أي مشاعر. عارفة يا طنط، أبويا مات. أبويا إيه المناظر دي؟ إيه المناظر الزبالة دي؟ يعني إيه؟ ياما عايزين زكاتك، عايزين صدقة جارية. الراجل بيموت في المستشفى ومحتاج 2000 جنيه. 2200 في فاتورة المستشفى بالظبط. بجد؟ في المستشفى. مستشفى إيه؟ مستشفى إيه؟ مستشفى الهنجر ياما. ايه روح امك؟ ايه مفيش حاجة كده؟ مستشفى ايه؟ تخيلي ياما، ما تخدوش يقولون اسم المستشفى ياما، الراجل بيموت. بس يا اوفر. ليه ياما؟ بس يا اوفر، كان يوم اسود يوم ما خلفت واحد زيك. ليه ياما؟ غبي واغبى منه. شكرا. يلا يا ولاد النبي. ياما ادينا حاجة من اللي انت لابساها دي ياما. كمان؟ موتي بيهم ياما. حرام عليك. امشوا. يا نصابين يا نور.